دلوقتي احنا عندنا موضوع اول هو عركه طبعا شهيره جدا وخاصه بكريستيانو رونالدو. الى الحد اللحظه اللي بنتكلم فيها دلوقتي محدش عارف هو رايح على فين ولا التفكير في ايه، ومره نادي سعودي ومره رايح تشيلسي، لا تشيلسي رفض وتوخيل رفض، طب يروح على ايطاليا ما فيش حد في ايطاليا، طب تجربه نابولي ده كان وهم طبعا زيه زي روما زي الحاجه بتاعت لابورتو اللي هو بيقولها دي، فما فيش احتمالات يعني. لكن عايزين نقف عند نقطه معينه هي اللي منها موضوع النهارده. كريستيانو ساب ريال مدريد في أسوأ خطوة تقريبا في مسيرته، راح يوفنتوس لأنه كان هنا رجل دوري الأبطال، راح يوفنتوس ما قدرش يجيب دوري الأبطال، ثم انتقل لمانشستر يونايتد على أنه هو اللي هينهض بالفريق يقدر حقق الدوري ومن ثم دوري الأبطال، فتم إثبات النهاردة أنه مش كافي ده علشان يجيب دوري الأبطال. فنرجع بقى لأصل الموضوع، هل حقا رونالدو كان رجل دوري الأبطال ولا ده معنى تم أخذه من سياق ومهوش دقيق 100%؟ رجل دوري الأبطال بمعنى أنه هو بيتألق في دوري الأبطال؟ آه أكيد، بس رجل دوري الأبطال بالمعنى السطحي اللي هو كان بيروج أن رونالدو يا جماعة بيجيب دوري الأبطال، ده كلام فارغ. وكلام فارغ لما بيتقال على رونالدو، كلام فارغ لما بيتقال على بيلي في كاس العالم، كلام فارغ لما بيتقال على مارادونا في 86، طول الوقت هو كلام فارغ. ما فيش حاجة اسمها لعيب وميسي نفس النظام يعني فيش لعيب مهما كان حتى لو كل دول مضروبين في بعض هيعرف يعمل حاجة، هيعرف يجيب بطولة. يعني أنا بشوف إن هو الناس بتفرق بين، يعني بتخلط ما بين فكرتين شوية شبه بعض، إن أنت جبت ده لوحدك، وعلى فكرة ده مش في منطقتنا العربية برضه، في الصحافة دايما الأجنبية تلاقي دايما المصطلح بتاع سنجل هاندلي مارادونا يا جماعة سنجل هاندلي. طب ما هو مارادونا ما سجلش في النهائي، إزاي حطوا 3 جوال في ألمانيا الغربية؟ ازاي ده يتوصف بانه سنجل هاندلي؟ ان هو ما سجلش، يعني كانوا الناس كسبانين 2-0، المانيا الغربيه فريق مرعب اقوى من الارجنتين بكتير في الوقت ده، وانت لسه ما جيتش الماتش. مش بس ما عملش، انت ما جيتش الماتش، ما لكش اثر على المباراه يعني. فدايما بتلاقي المصطلح ده انه منفردا، بس ده مش اكتر من وهم في دماغ الناس، ان احنا بنحب نختصر الامور فانه والله هو فلان ده اللي هيعمل، ويكون في شخص واحد هو اللي بيعمل كل حاجه. اجابه سهله بسيطه، خد ده وهيجيب لك. طيب خدت ده جاب لك؟ ما جابلكش. طب لا روح حته تانية هيجيب لك، وهكذا. فالناس ما بتعرفش تفرق ما بين ان انت كسبت منفردا وبين ان انا ما كنتش اعرف اكسب من غيرك. دي حاجه ودي حاجه. ده وهم مش موجود، مفيش لعيب بيعمل كده في التاريخ ولا في المستقبل ولا لغايه ما القيامه تقوم. وده حاجة تانية، ان انا ما اقدرش اكسب دوري ابطال من غير رونالدو. الفرق الكامبينز المواسم اللي هو كان موجود فيها ما كانش ينفع اكسب، مش كلها طبعا، بس في مواسم فيها ما كنتش اقدر اكسب من غير رونالدو. بس الفرق بين الاثنين دول، انا ما اقدرش اكسب من غيرك دي انا ممكن اقول على كذا لعيب. يعني لما اتكلم على ريال مدريد مثلا، ما كنتش اقدر اكسب من غير رونالدو، بس ما كنتش اقدر اكسب برضو من غير كازيميرو. ما كنتش اقدر اكسب برضو من غير مارسيلو كارباخال، واحيانا إيسكو، واحيانا كان يسكو، واحيانا بنزيما، احيانا لعيبه كتير، بس كل دول من غير القصه دي انا ما كنتش اقدر اكسب منهم. فدي خلينا نقول ان دي اول فكره. يلا بينا الفكره الثانيه بقى المزعجه جدا في رونالدو، هو في البي ار بتاعه، الكامبينز اللي هو بيعملها دايما طول الوقت، وهي الترويج للعبه كلها وكانها لعبه سطحيه متخلفه، وكان الاهداف تخلق من العدم، انه في الاخر المهم مين اللي جاب الجول، الاسيست مش مهم، حتى اللي قبل الاسيست مش مهم. وهو جمهوره طبعا بيحزو حزو على السوشيال ميديا. دي المشكله، ان انت لما بتتكلم على الاهداف برضو الناس بتخلط ما بين فكرتين شبه بعض. قصدك ان رونالدو روج لفكره ان الهدف هو كل حاجه، فخلاص مش مهم الهدف ده جه منين. هو يعني احنا بس لقطه الهدف، الهدف ده بقى فاول، الهدف ده تسديده من بره، الهدف ده كره في الجول فاضي، الهدف ده بينالتي، الهدف ايا كان. يعني حتى قصه البنالتيات دي ما خدتش الزخم ده ابدا غير مع رونالدو. قبل كده وانت كنت تتفرج على الدوري الايطالي وعارف، ما كنتش بتشوف المهاجمين بالنسبه لهم البنالتي ده حاجه كبيره. صحيح. ان انا اشوط البنالتيات، وكان اغلب الفرق كان لا، المدرب بيعين لعيب تاني، لعيب وسط، ظهير، ايا كان. بس هو فسر ده قبل كده، قال ان انا من البدايه عرفت انه ده اللي بيودي على الالقاب الفرديه، فانا خدت ما هو ده فعلا. فالترويج له سبب، يعني له سبب ان ده اللي هيوصلني، فانا خدت ده. ايوه، انا بقول لك انه القصه دي ما كانتش معتاده. قد ايه هو قوته وتاثيره في الترويج للي هو بيعمله، والمؤسسة عملاقة زي جاستي فود شغالة وراه، انه كل حاجة بيعملها رونالدو حتى لو كانت غير معتادة قبل كده، حتى لو كانت مستهجنة قبل كده،
لا بنلاقي لها تفسير جديد حلو وجميل وبتاع. ومن ضمنهم موضوع الاهداف ده. يعني انا عمري ما بشوف انه انت تحكم على اللعيب من الاهداف، ولا حتى رونالدو. وجود رونالدو في الملعب بيفرق حتى لو ما جابش جوال، ده حاجه لعيب بالحجم ده. بس هو اختصر القصه دي ليه؟ لانها بتكسبه على في النقاشات، وبتكسب جمهوره على السوشيال ميديا. يعني في الاخر انت عندك رقم بيختصر القصه كلها. نقعد بقى نتكلم احنا كنا بنلعب مين، وكنا بنلعبه ازاي، وفرقتنا كانت عامله ازاي، والمدرب كان عامل ايه، جبت 20 جون وانا جبت وخلاص وخلصنا. اوكي، فالناس ما بتقدرش تفرق ما بين انه الاهداف مهمه وكل حاجه، بس عشان احنا ما عندناش طريقه افضل، عشان احنا مش هنقعد نبص ورا كل هدف وكل هجمه ونحلل وبتاع مش عارف. فبنبص على الاهداف ماشي عشان هي اللقطه اللي بتمتعنا، انما مش عشان هي اهم حاجه فعليا. بس انت هنا بتقول ان ممكن يبقى لاعب انا جيت مانشستر يونايتد وانا هداف الفرقه وممكن اكون هداف الدوري، بتبقى صفقه غلط. طبعا. طب دوس بقى معاك ربنا. يعني خلينا بس الاول نتكلم على مسيره رونالدو في دوري الابطال عشان ناخد المنطق ده، لانه المنطق ده فيه مشكله. منطق رجل دوري الابطال، منطق الاهداف انه بجيب جول فخلاص. اوكي، بس انت لو بصيت على المواسم بتاعت رونالدو في دوري الابطال، واحنا هنا بنقيم بمنطق، انا بقول يوم الاول هو منطق السطحي، انا شخصيا ما بعترفش بيه، الاجوال. الاجوال مين جاب جوال؟ فانت هتبص مثلا على موسم 2007 2008 مانشستر يونايتد، رونالدو في اخر 3 مباريات من البطوله، برشلونه نص النهائي وتشيلسي في النهائي، مضيع ركله الجزاء قدام برشلونه، مضيع ركله ترجيح، مسجل هدف في النهائي. دول في وجهه نظر ناس كتير اهم لقطه في البطوله، نص النهائي والنهائي. وما كانش رونالدو هيكسب البطوله دي لولا ان زمايله شالوه، وضيع ركله الجزاء، ركله الترجيح قصدي بتاعه النهائي دي، عشان تشيلسي جابوا الراجل بتاع البنالتيات اجناسيو بالاسيوس هويرتا ده، اللي هو قال لهم رونالدو لو وقف في النص وهو رايح وبص يبقى هيشوطها على يمين فاندرسار في ارتفاع متوسط، وقد كان وصدها له. فدي اول نسخه. تاني نسخه 13 14، ودي نسخه غريبه جدا، رونالدو كان الهداف برقم قياسي 17 هدف، سجل 8 اهداف في النوك اوتس في الادوار الاقصائيه، ولا هدف منهم كان مؤثر في نتيجه المباراه، ولا هدف منهم كان مؤثر في نتيجه القرعه، باستثناء هدف واحد في دورتموند اللي هو ماتش الذهاب لما كسبوا 3-0 وجاب الثالث، في العوده دورتموند كسب 2-0، فالهدف بتاع رونالدو بقى مؤثر. انا ببص على باقي اهدافه، كان عين الاجوان كلها في البطوله اللي هو جابها مش مؤثره في نتيجه الماتش في الادوار الاقصائيه. ما هي الاهداف هي ايه؟ الثالث ده بمنطق شويه ناس فاهم، منطق الاهداف اللي هو سطحي اللي احنا مش مقتنعين بيه، اللي رونالدو مقتنع بيه، لو مشيناه على البطولات اللي هو خدها في دوري الابطال بنوصل لده. اوكي، يعني انت لعبت شالكه في الذهاب وسجل الثالث والسادس، وبعدين في العوده سجل الثاني والثالث، اللي هو شالكه بيموت اصلا. اوكي، الثالث ورابع في اياب بايرن، انت كسبان بايرن 1-0 هناك في الاليانز ارينا، وبعدين لا اسف في سانتياغو برنابيو، وبعدين رجعت 2-0، بقت النتيجة الإجمالية 3-0، دخل رونالدو هنا بعد ما النتيجة وصلت أجريجيت 3-0، وبعدين الرابع في النهائي ضد الأتليتي برضو في الإكسترا تايم كان 3-1، ولا هدف فعليا كان له أثر على المباراة أو أثر على نتيجة القرعة أو تأهل ريال مدريد أو إنه يفوز بالبطولة، بس نهائي الهدف الثالث قدام دورتموند أعتقد كان في دور ال 16، لأنه في العودة دورتموند كسب 2-0. أدي 13 14. في النسختين دول تحديدا، هل كان مانشستر او ريال مدريد يقدروا ياخدوا دوري الابطال من غيره؟ ريال مدريد اخد دوري الابطال من غيره فعليا بعد كده. لا مفهوم طبعا، كان في النسختين دول ومانشستر يونايتد. ما احنا هنيجي للجزئيه دي، ان انت كرونالدو النتيجه بتاعت الكلام ده كله ايه؟ انت كرونالدو، احنا مش بنقيم رونالدو بالكلام ده، رونالدو مش محتاج لتقييم، لكن احنا بنقيم المقوله بتاعت انه انا يا جماعه بجيب دوري الابطال، انا معايا 5 وانتوا معكوش، انا مش عارف ايه، انا كذا، انا اختصر كل حاجه فيا. ده مش حقيقي، لانه انت الفرق اللي انت لعبتها ولعبت لها وحققت دوري الابطال كانت بتمر فترات ذهبيه، انت كنت جزء من الفتره الذهبيه دي، بدليل مانشستر يونايتد وصل نهائي دوري ابطال بعد ما انت مشيت، ريال مدريد وصل نهائي دوري ابطال بعد ما انت مشيت، فهي الفكره ما كانتش متوقفه عليك. يبقى اذا مش دقيق انه رجل دوري الابطال، ومش دقيق انه في البطولات الاولى كان هو الحاسم، لانه بمعدل الارقام اللي هو احنا مش مقتنعين بيه ما تمشيش، بمعدل التأثير انت بتقولي برضو انه كان يقدر ياخد البطولات. كمل 15 16، يب. رونالدو طول البطولة ما سجلش غير في مالمو وشختار وفولفسبورغ. ريال مدريد لعب سيتي واتلتيكو وباريس، رونالدو ما سجلش.
طبعا ممكن يكون لو بنتكلم بشكل منطقي ممكن يكون رونالدو ما سجلش عشان ريال مدريد كان وحش. بس هي الفكره ان انت برضو لما بتسجل وبيبقى ريال مدريد حلو انت بتامن بقى الكلام ده لصالحك خلاص. فخلاص فاحنا بنتكلم بنفس المنطق. البطوله دي اصلا كان ريال مدريد كان فيها رقم قياسي انه ريال مدريد في النوك اوتس كلها من 16 لغايه النهائي ما قابلش ولا فريق سبق له الفوز بالبطوله ولا فريق كان بطل دوري السنه دي. واللي عمله رونالدو في اخر ثلاث مباريات انه سجل ركله ترجيح. بعد كده 16 17 دي طبعا اعظم بطوله اعظم مستوى تهديفي انا شفته للاعب في دوري الابطال اعظم موسم تهديفي للاعب في دوري الابطال انا شفته فدي بره التقييم. هنرجع تاني 17 18 برضو اخر ثلاث مباريات اهم ثلاث مباريات انت ما سجلتش. فمنين احنا بنقول انه رونالدو او اي حد تاني ده مش تقييم لرونالدو ولا اي حاجه من الحاجات دي تعيب في رونالدو. ده العادي مفيش لعيب ابدا بياخد البطوله كلها من اولها لاخرها هبد ورزع الفرق وجوال واسيستات وبتاع مش عارفين لغايه النهائي لازم هيقع في ماتش او ماتشين على الاقل. دي برضو مهمه نربطها بحاله زي حاله زي كريم بنزيما مثلا انه في السياق ده هو في المباريات الكبيره كان حاسم فيها كلها لكنه مش هيروج لنفسه ان انا اجيب دوري الابطال لريال مدريد وبرده وقع منه ماتش رغم فورمته الخرافيه برده في النهائي ما سجلش. فبرده في الاخر بس عدى يعني عدى على منحنيات اكتر بكتير ضخمه جدا. تقدر تقول انه ريال مدريد لولا بنزيما عمره ما كان هيوصل للنهائي عمره ما كان هياخد البطوله دي. لكن تقدر تقول نفس الكلام على فينيسيوس تقدر تقول نفس الكلام على مودريتش تقدر تقول نفس الكلام على كورتوا اي واحد من دول هتشيله ريال مدريد مش هياخد البطوله. فاذا وهم ان احنا نقول مفيش حاجه مفيش حاجه اسمها كده. يعني ممكن تقول ان رونالدو متميز جدا في اللي هو بيعمله امدح زي ما انت عايز انما قصه انه في لعيب بيجيب وانت النظريه دي حتى لما بترجع في الزمن وتبص على بيليه تبص على مارادونا سيبنا من الخناقه بتاعه رونالدو وميسي دايما النظريه بتاعه انه فلان فاز منفردا او شال الفريق على كتفه او كل الكلام تلاقي فيها خرام كتير قوي وتلاقي كلام كتير ما اتقالش لصالح الترويج للنجم. ليه؟ لانه ترويج للنجم واحد اسهل بكتير من الترويج لفريق. انا اتفرج